لا حول ولا قوة إلا بالله. وفاة الفنان اللبناني القدير الفنان جورج الراسي. سبب وتفاصيل الوفاة كل ده هنعرفه مع بعض، وإيه اللي حصل بالظبط. بس فضلا من حضرتك، لو أنت أول مرة تشوفني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. توفي صباح اليوم الفنان اللبناني جورج الراسي بسبب حادث مرور على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. وعلى الفور توجه الدفاع المدني لمكان الحادث، وتوفي أيضا على الفور الشابة اللي كانت برفقة جورج، طبعا ربنا يرحمها ويغفر لها كمان. وبحسب موقع الفن فإن الحادث كان ضخم جدا، ويبدو أن جورج كان هو اللي وقود السيارة وفي لحظة فقد السيطرة عليها، وعلى الفور توفي هو والفتاة اللي كانت معاه. طبعا الفنان اللبناني جورج الراسي هو من مواليد 1982، ولد بقرية سلمون طماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، من أب لبناني ومن أم سورية. ربنا يرحمه ويغفر له، وادعوا له يا جماعة بالرحمة والمغفرة، اللهم اجعله دار خير من داريه، وأهله خير من أهليه، وارزقه في